السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير في صحه جيده، العائله والاهل كلكم بخير، يعني العصافير نتاعكم كذلك بخير اخواني، لكم منا كل التقدير والاحترام اخواني الاعزاء. كما رانا نلاحظوا الكناري الاسود ما شاء الله تبارك الله، العنايه التركيز النظافه النظام الغذائي الصحيح والسليم المتوازن تعطي لك نتائج ممتازه ان شاء الله. يعني احنا ماذا بنا نقدم لكم كل النصائح القيمه يعني واللازمه كذلك باش تحصلوا على انتاج يعني وفير وموفق ان شاء الله. الكالسيوم اخواني دون ان ننسى، احنا حلينا هذا الفيديو باش نوضحوا لاخواننا يعني اهميه الغذاء المتوازن في فترات يعني كي تكون الانثى حتى يعني فرخ صغير كيما هكا. هكا خاوتي العزيز واش دير؟ تقدر تقدم لها البيض كل يوم، تقدر كذلك من اليوم الثالث للفقس تقدم يعني السلطه او الخس، ولا نقدروا نقدموا الخيار. وشي هو الاساس؟ هو انه البيض يعني المسلوق كيما نقولوا البيض المشرشم حنا نقولوا، تقدموا كل يوم للانثى به بالقشره نتاعو باش توكل الفلوس نتاعها. واذا امكن انه تقدم الباتي يعني كذلك راهو ممتاز، راهو يعاون كما رانا نلاحظوا اخواني، وانا نقدر نعاون يعني بالافنتيان هاي موضحه امام اخواننا هنا. هكذا ممتاز الافنتيان، ما يخصش كون تزيد له يعني قطره من معدن السيلينيوم وتمد ليه الفراخ الصغار. هذا ما كان ان شاء الله تكون لنا افاده مع اخواننا المربين. نوجه تحيه لجميع يعني المربين المبتدئين لي يعني احنا نجتهدوا ونعملوا غير باش نفيدوهم بالنصائح القيمة ان شاء الله. تحياتي اليكم اخواني جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.